أنت تعرفون الجماعات التي ابتلينا بها، جماعات كل جماعة لها اتجاه ولها يعني لها أفكار. جماعة مثلا مهمتها الطعن في العلماء، أول ما يعلموا الشاب المستقيم، بالأمس كان ماشي مع البنت يتأبطها في الطريق، أول ما يستقيم الشيخ فلان ضل، وده مضل، وده دجال من الدجاجيل، علموه وهو فارغ من كتاب، فارغ من سنة، فارغ من أي شيء، يعلمونه هذا الأصل. فريق آخر في من الجماعات أول ما يستقيم علمه، يقول لك علمه عدم العذر بالجهل، فيجعلون منه مفتيا وهو لسه ما زال في المهد، ويفتي في أخطر القضايا. يعني يا ليت يفتي في مسألة فقهية يقول هذا مثلا الوضوء جائز، الوضوء لا، يفتي في أعظم المسائل، مسائل تكفير الناس. فأولا يقول لك ليس هناك عذر بالجهل، بعد ما قال ليس هناك عذر بالجهل يبدأ يركز على مسألة الحكم على الأشخاص، هذا كافر هذا مسلم، خلاص أصبح مفتيا في أدق المسائل. فالجماعات هذا شأنها، تلتقط الشخص وتملي عليه أفكارها بعجرها وبجرها، ولا يعرف التمييز، فيتأتى حينئذ الضلال، والله أعلم.